أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل بحول الله. لم تكن الأمم المتحدة على مدى تعاقب ممثلي أمينها العام في العراق عاجزة عن توصيف العملية السياسية أو غير قادرة على فهم مشهدها وتفكيك سيناريوهاتها. وفي كل مرحلة عاشتها بعثتها في كنف حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تكن إلا شاهد زور، لا يحيط مجلس الأمن علما إلا بما تهواه الولايات المتحدة الأمريكية أو يرغب المجلس ذاته أن يسمعه. وبينما يظن كثير من الواهمين أن ما جاء في إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الأخيرة نقطة تحول نحو إصلاح أو تغيير، تصر بلاس خارت ومنظمتها على ألا تمس قواعد اللعبة الأساسية التي بنت واشنطن عليها عمليتها السياسية، وترفض بشدة أن تشخص مشكلة العراق في النظام السياسي ببنيته ومحدداته ومقتضياته. وفي ذلك يقول الكاتب جهاد بشير: لم تخرج ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطتها الأخيرة عن سياقات ما التزمت به ومن سبقها من الممثلين تجاه العملية السياسية بوصفها البوتقة المقدسة التي لا تمس. وإذا كان مجلس الأمن ومن قبله الأمم المتحدة وغيرهما يعرفون جيدا حقيقة المشهد، فإنه في كل ما سبق من مراحل تضمنت إحاطات وقرارات ومناقشات، يراوغون في التصريحات ويدلسون في التوصيفات ويتخذون القرارات المعوجة عن قصد وسبق إصرار فقط حتى لا تخرج الرؤية عن مسار واشنطن ومن يتحالف معها ممن تسمى القوى العظمى التي هي بالضرورة تكون مجلس الأمن وتفرض على الأمم المتحدة برامجها. ورغم كل الاعترافات التي أدلت بها بلاس خارت وفضحها حقيقة أحزاب السلطة وفسادها وعدم جدوى الانتخابات ورداءة الدستور، فإنها لم تكن مؤهلة لطرح أفكار جديدة للتغيير خارج حدود العملية السياسية، ولم تجرؤ على التطرق لحلول غير تلك الحلول العبثية التي تندرج تحت مسمى الإصلاح من بوابة ما أسمته الحوار، في تناقض يبعث على السخرية تارة لكونها تطلب حوارا بين أحزاب اعترفت هي بنفسها أنها مسلحة وأن لغة فعلها في الشارع العراقي هو السلاح، ويدعو إلى الإشفاق تارة أخرى على فئات من الأحزاب والشخصيات تصنف نفسها معارضة للعملية السياسية، حاولت رفع راية التفاؤل بأن تغييرا سوف يحصل، فأمسى أحدهم كمن يحاول اتقاء المطر بغربال والله غالب على أمره. يقول الكاتب حسن نافع في صحيفة العربي الجديد: في مثل هذه الأيام من عام 2002 كان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ يناقش مشروع قانون يهدف إلى تقويض رئيس الولايات المتحدة، بل تفويضه باستخدام القوة المسلحة ضد العراق وفقا للإجراءات الخاصة بإعلان الحرب المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. وفي يوم 16 من أكتوبر تشرين الأول عام 2002 صدر القانون رقم 243-107 مانحاً بذلك مشروعية أمريكية لحرب قرر بوش الإبن شنها على العراق عام 2003، حملت عنوان حرب تحرير العراق وسقط خلالها مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأدت إلى تدمير البنية التحتية للعراق تدميراً كاملاً، وإلى احتلال هذا البلد العربي الكبير لسنوات وإقامة نظام طائفي مكانه. لم يستطع لا تحقيق الاستقرار السياسي للدولة والمجتمع في العراق ولا العبور به إلى مرحلة التحول الديمقراطي بنجاح. حرب بوش على العراق عام 2003 كانت عدوانية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولنظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم لا تحظى بأي شرعية دولية، وهو ما صرح به أمين عام الأمم المتحدة بيرت دي كويلر حين قال إن حرب 2003 ليست حرب الأمم المتحدة.
ومع ذلك لم يجرؤ أحد في العالم على تقديم أي مساعدة للعراق إبان الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، لا لشيء إلا لأن الولايات المتحدة كانت تهيمن منفردة وبشكل مطلق في ذلك الوقت على النظام الدولي، ولأن موازين القوى في هذا النظام لم تكن تتيح لأي طرف فيه القدرة على مناطحة الولايات المتحدة وتحدي تصرفاتها على أرض الواقع. النظام الأمريكي نفسه ارتكب أعمالاً عدوانية عديدة انتهكت الشرعية الدولية ليس فقط في العراق وإنما في مناطق أخرى كثيرة، ولأن حليفته الأولى إسرائيل تحتل أرض فلسطين وترتكب المجازر يومياً في حق شعبها من دون أن يحرك هو ساكناً، وإنما يساعد أوكرانيا لأن روسيا تتحدى بحربها عليها قواعد النظام الدولي السائد التي تهيمن عليه الولايات المتحدة منفردة. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير لمراسله أزاد دعيسة إن المسلمين الأمريكيين دقوا ناقوس الخطر بعد أن تم تعيين أحد زعماء الهندوس المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس العلاقات بين الأديان التابع لوزارة الأمن الوطني الأمريكية. وأوضح الموقع أن الشخص المعني هو تشاندرو أتاشريا زعيم هندوسي متطرف، وهو عضو في منظمة ترتبط بمجموعة في الهند تؤمن بالتفوق العنصري والديني للهندوس. ويكشف الموقع عن أن تشاندرو الذي عينته وزارة الأمن الوطني ليكون مستشارا لدى الحكومة الأمريكية في القضايا المحلية مدير مجموعة عرف عنها الدفاع مرارا وتكرارا عن سياسات رئيس وزراء الهند اليميني المتطرف ناردا مودي وحزب بي جي بي. وبينما كانت الموجة الأولى من كوفيد-19 تكتسح العالم، وجه قادته الاتهام بشكل مباشر إلى المسلمين بأنهم يقفون وراء نشر الفيروس، بل وذهبوا إلى حد الزعم بأن المسلمين كانوا يتعمدون نشر هذا الفيروس. كتبت منظمة هيومان رايتس ويش تقول إن البي جي بي استخدم مصطلحات مثل الجريمة الطالبانية وإرهاب الكورونا للإيحاء بأن المسلمين يقومون عمداً بنشر الفيروس، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام في التيار العام لجأت إلى استخدام مصطلح جهاد الكورونا حتى غدا ذلك وسماً ينتشر كانتشار النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي قالت ريا تشاكرا بارتي مديرة السياسة لمنظمة هندوس من أجل حقوق الإنسان HFHR إن RSS هي الجناح اليميني لمنظمة هندوسية متطرفة هي التي أسست عقيدة هندوتفا، وهي عقيدة تؤمن بالتفوق العرقي وتبادر المسلمين بالكراهية. كيف يمكن لعضو في مجموعة تتورط منظمتها الأم في الهند في ممارسة العنف ضد الأقليات الدينية وفي شن الاعتداءات على دور عبادتهم أن يكون مؤهلاً لمثل هذا الموقع؟ نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للكاتب ديفيد إغناتيوس قال فيه إنه بينما يحيي العالم شجاعة أوكرانيا دعونا نحيي أيضاً الحركة الاحتجاجية التي تقودها النساء في إيران والتي تهز الحكومة هناك. هذه الانتفاضة مذهلة، إنها تستحق دعماً أمريكياً وعالمياً نشطاً. ويضيف الكاتب نعم أعرف كل الأسباب التي قد تضعف الحركة، هذا ما حدث مع الاحتجاجات الإيرانية الجماهيرية في الأعوام 2009 2017 2019. فقد قامت آلة القمع للنظام في نهاية المطاف بحل اللغز وفككت قيادة الاحتجاجات، وتراجعت تلك الحركات الشجاعة للتغيير واحدة تلو الأخرى. لكن الماضي هو دليل غير كامل لأحداث اليوم. هناك أسباب يعتقد حتى أكثر مراقبي إيران تشككا أن هذه المرة قد تكون مختلفة. تضم الحركة شبانا معظمهم من النساء غاضبون من مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما الشهر الماضي. تبدو هذه الاحتجاجات عفوية وبلا قيادة، مما يعني أنه لا توجد بنية تحتية كي تقوم الفرق الإيرانية بتفكيكها.
الحركة مشتتة على نطاق واسع مع احتجاجات في 105 مدن في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31. هناك إشارات مبكرة على أن الحركة تنتقل من الطلاب في الشوارع إلى القطاعات التي تدير إيران، عمال البتروكيماويات وسائق الشاحنات والتجار في البازار. إليكم فكرة عن هذا الانتشار. انضم عمال النفط والبتروكيماويات في عسلوية بمحافظة بوشهر وعبدان في محافظة خوزستان إلى الاحتجاجات، وفقا لتقرير هذا الأسبوع من هادي غيمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران. وذكرت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية هذا الأسبوع أنه منذ وفاة أميني قبل شهر قتل أكثر من 200 متظاهر واعتقل 5500 في 342 تجمعاً، وجمعت المجموعة 698 مقطع فيديو يظهر المتظاهرين. يحاول النظام أن يقلل من شأن هذه الحركة، لكن الأرقام تقول غير ذلك. الشيء الوحيد الذي يجب ألا تفعله إدارة بايدن هو السماح لحماسها لتجديد اتفاق نووي الإيراني، أن يتوفق على الهدف الأوسع لإيران التي لا تهدد شعبها أو جيرانها. حول الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية، إعلان الاتفاق بإجماع كل القوى والتنظيمات التي شاركت في الحوار جاء ثمرة للمبادرة الجزائرية التي دعت لها وحضرت لها بل حضرت لها ورعتها ووفرت لها كل إمكانات النجاح والنصيحة الخالية تماما من الذاتية أو المصلحة والقادمة من تجربة ولا أغنى في النضال الوطني الجامع لكل الأطياف الوطنية. وعلى هذا وجب للجزائر الشكر العميم والتقدير ليس من المشاركين فقط ولا من القوى والتنظيمات الفلسطينية عموما، بل الشكر العميم من فلسطين وأهل فلسطين وناسها، وفي المقدمة منهم الشباب الذين يقاومون ويتحدون قمع الاحتلال بصدورهم العارية وما تيسر لهم من وسائل وإمكانيات متواضعة، ويزفون الشهيد تلو الشهيد ويقدمون الأسيرة والجريحة تلو الأسير والجريح يوميا. لم يسبق ولم يرافق اللقاءات التي نتج عنها الاتفاق ولا بعد إعلانه أن صدر عن التنظيمات بيانات أو ملاحظات أو توضيحات تبدي ولو بشكل لبق أو مواربي تمنياتها، لو أن البيان تضمم بالإضافة إلى ما ورد فيه كذا وكذا، أو لو أن البيان عالج الموضوع أو العنوان الفلاني بشكل وصياغة مختلفين، أو لو أن البيان تناول الموضوع أو الأمر الفلاني أو تجاوز كذا وكذا إلى آخره. وهذا ما يؤكد التعامل مع الإعلان ومحتواه بدرجة عالية من الجدية ومن المسؤولية. الاتفاق المعلن يحوي نصوصا صريحة عن خطوات عملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وإذا كان الاتفاق لا يسمح بالدخول في التفاصيل والإجراءات، فإنه يلقي بالمسؤولية على أكتاف التنظيمات صاحبة الإعلان لفعل ذلك. إن الاتفاق الإعلان الذي تم التوصل إليه بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إيجابيات لا يجب أن يبقى محصوراً في دوائر الهيئات القيادية للتنظيمات وأدراجها، بل يجب أن يتحول إلى توجيهات ومؤشرات وخطط عمل تفصيلية يشارك فيها أعضاء كل تنظيم وأنصاره. والآن إلى فقرة كاريكاتير.
عرضت في السعودية نسخة من حذاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في معرض يتحدث عن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة. ويتناول معرض الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الهجرة بأسلوب معاصر بحسب صحيفة سبق الإلكترونية السعودية. ونسخة الحذاء المعروضة هي من صنع حرفيين من الأندلس، وهي طبق الأصل من حذاء الرسول عليه الصلاة والسلام في القرن 13 الميلادي، وفقا لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر. وانطلق المعرض مطلع السنة الهجرية الجديدة بحضور مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي ومثقفين وضيوفا من مختلف دول العالم. ويضم المعرض مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، ويشمل 14 محطة تفاعلية صممت بدقة عبر خبراء سعوديين وعالميين، وكذلك فيلما وثائقيا وكتابا يروي قصة الهجرة. اكتشفت لوحة فسيفساء رومانية كاملة عمرها 1600 سنة في منطقة بوسط سوريا، وعثر على لوحة الفسيفساء التي يبلغ قياسها 20 × 6 أمتار تحت بناية في بلدة الرستان بالقرب من مدينة حمص. ويقال بأن هذه اللوحة تعد الأكثر ندرة من نوعها، حيث تظهر مشاهد أسطورية بالفعل لحروب، من بينها حروب الأمازون وطروادة. وكانت الكثير من الكنوز الأثرية السورية قد دمرت بعد أكثر من عقد من الحرب هناك، لكن الاكتشاف الأحدث وصف بأنه أهم اكتشاف أثري منذ بداية الثورة في 2011. وقال همان سعد، وهو مسؤول كبير في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا: الماثل أمامنا هو اكتشاف كبير ونادر على نطاق عالمي. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. طبعا نحن اليوم في مدينة دركوش في افتتاح مهرجان الرمان الخامس. طبعا المهرجان اللي بتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، طبعا منها معرض فني شاركت مع فريقي الرسم بعدد من الأعمال الفنية اللي بتتضمن قضايا مهمة. يعني حاولنا من خلال هذا المهرجان انه نسلط الضوء على القضايا كقضية المعتقلين والمهجرين، وايضا بالإضافة الى الأعمال اللي بتمثل المعالم الأثرية في بلادنا لأهميتها طبعا، وبعض الأعمال اللي بتمنح الأمل وبتعطي التفاؤل للناس. والمهرجان له أبعاد، له رسالة سياسية شعبية تؤكد على أنه نحن في سوريا عامة وبإدلب خاصة لسنا إرهاب ولسنا حاضنة للإرهاب، نحن حاضنة شعبية للثورة، ثورة الحرية والكرامة التي فجرها شعبنا بعام 2011. طبعاً الهدف من مهرجان الرمان هو إلقاء الضوء على مدينة دركوش التي تعتبر هي من المواطن الأصلية لزراعة الرمان في سوريا، بل أكاد أقول في الإقليم. هل الرمان في دركوش هو يتعدى موضوع الأكثر إلى موضوع الكيف والعراقة؟ الآن صار ينافس شجرة الرمان أشجار مثمرة أخرى وحمضيات، وطبعاً للنشاط والتسويق طلب السوق وحاجة السوق، ثم غلبت التسويق السياحي والصناعة السياحية على الزراعة. إلا أنه الرمان من حيث الحجم، من حيث النوع، يتميز في دركوش. يعني ربما ترى في مناطق أخرى هناك رمان دركوش من حيث الطعم، من حيث النوع، من حيث الحجم، من حيث اللون، في له ميزة وفي له فرادة ونوعية. ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.